بسم الله. الحاجات الجميلة في نافيس وركس مانجر 2017 هو الشيرد فيوز. ممكن يكون عندك فيو معين وعايز تشاركه مع زميلك اللي موجود في الموقع او قاعد على القهوة بالتابلت وعايز تشوف انت الفيو اللي انت واقف عليه. فهاجي هنا من بيم 360 بروجكت، اجي هنا اقول له انا عايز اختار المشروع، فتختار المشروع وبعد كده تختار الموديل اللي انت عايز تفتحه واقول له اوبن، تمام. وبعد كده هقول له شيرد فيوز، بيقول لي سمي الفيو اللي انت عايزه. فانا هاجي هنا اعمل فيو جديد خالص واقول له نيو، وتقدر تحطه في فولدر لو انت عامل فولدرات. اقول له مثلا سمي لي الفولدر دوت 100 مثلا، تمام، واقول له سيف، تمام. هو اوتوماتيك هيبدا يسيف المشروع دوت ويبدا يعمل له ابلود على البيم 360. فانا هروح للبيم 360، تمام. ده الاكتيفيتي، هو اوتوماتيك اول ما بعمل حاجه هو بيعمل ابديت. هروح دلوقتي للموديل، فهاجي هنا عند الفيوز، هلاقي ان الفيو اهوت اللي انا عامله اللي هو 100 بس. اروح داس عليه يبدا الفيو يظهر معايا بالشكل دوت. اقدر اعمل فولدرات بحيث مثلا يبقى في فولدر للديزاين، فولدر للكار ميكانيكال، فولدر للمشاكل، اي فولدرات انا عايزها اقول له فولدر وابدا اسميه اي اسم، وهيظهر معايا برضو في النفس وركس الفولدر اللي انا هعمله هنا، تمام. تبدا بقى تشوف المشكله، هو مثلا اتصل بيك يقول لك انت شايف يا عم الراجل النصاب عمل ايه، فتبدا بقى تتناقشوا وتختبوا الناس.